سنة حلوة يا جميل. كل سنة وانت طيب يا علي بيه. طيب استنى قبل ما اطفي الشمع، اتمنى امنيه. يا ابني انا نفسي اعرف انت بتشوف ايه في الصور دي. اسال حضرتك بكلمه وترد عليها برد مختصر، بعدين نتكلم فيها لو حبيت. ماشي. الموت حقيقه؟ المستقبل استمرار للحاضر. ما ليه بنخاف منه؟ عشان ما بنعملش اللي علينا النهارده. طب والحب؟ سبع صنايع والبخت طبعا. علي اسماعيل شاب زي اي شاب في سنه، متخرج بقالي سنتين، وما كانش قدامي اي حاجة اعملها غير ان انزل اشتغل دليفري على المكنة بتاعتي. ما هو مش هحط ايدي على خدي واشرب شاي وقهوة طول اليوم. بكتب وليا مؤلفات كتير في الدرج، وبالليل بشتغل في استوديو مع واحد صاحبي. المهم اني حر نفسي عشان بطولي. لحد ما قابلت قطري. ازاي بيجي البني ادم عند شخص معين ويقول هو ده؟ يختزل فيه كل اللي فات وكل اللي جاي. من لحظتها وحساباتي كلها اتغيرت، كانت اسعد واطقس لحظه في حياتي. الناس كلها بقت خايفة من المستقبل يا علي. من الموضوع مش بالبساطة دي. طب على الأقل نحسب لها. نحسب إيه يا علي؟ أنا أهلي ضاغطين عليا قوي، وبعدين ده رابع عريس يجيلي وأنا أرفضه. تحجج لهم لحد إمتى؟ أصل الصراحة صعب قوي يعني. أروح لأهلك أقول لهم إيه؟ ما حلتيش غير شوية أوهام عايز أحققها، وبستأذنكم في بنتكم أمرمطها معايا. كنتش عامل حساب قلبي يخوني، ودي ما بتحصلش كل يوم. مش عارف بقى عيب في الظروف ولا في التوقيت ولا فيا انا. الحاجه الوحيده اللي انا عارفها اني بحب. احنا اللي اخترنا، لازم نكون قد اختياراتنا دي يا علي. مش ده كلامك؟ مش كنت دايما بتقولي كده؟ بص تعالى بكره وانا هقول لبابا ان انت جاي، وان انا مستعد اعيش معك حتى لو عن طلاق. هقوله ان انا بحبك، ان انا عايزاك يا علي. بكره الصبح هروح انترفيو، وده هيكون اخر امل ليا كمهندس. وبالليل قولي لباباكي ايه ده. طب احنا خلصنا الحوار الصحفي، برضه مش عاوز تفضفض؟ على الحب عذاب.
فين الراحة في حب يخليك ما تعرفش تلاقيها في واحدة تانية خالص؟ ما قدرتش أقابل أبوها وقتها، وهي كان قدامها ألف فرصة أحسن مع حد غيري، وأنا أهو حققت كل اللي أنا عايزه، بس مش مبسوط عشان هي مش معايا. حبيتش بعدها؟ معرفتش، كنت جبان أو جايز كنت ضحية التوقيت الغلط اللي جمعني بيها في ظروف ما تسمحش. المهم إني كنت جبان. بس كنت خايف ينتهي بيا الأمر، يا لوحدي يا مع واحدة ما بحبهاش. ولو رجع بيك الزمن؟ الزمن ما بيرجعش، عشان كده لازم نسبق له. اعمل اللي عليك وخلاص. رغم اني ما بحبش اي انترفيو، لاني ببقى مش ضامن ازاي من كل اللي بيقدموا دول هيختارون انا، وعشان دايما بحاول امسك كل حاجة، حاجات كتير بتقع من ايدي.